خلال رحلة التشافي لازم تتخلص من الذكريات اللي في الماضي عشان تنظفه. في ليك نسخ فيها ألم، يعني وليكن واحدة مثلا وهي في سن 5 سنين اتحرش مثلا بيه، حد اتحرش بيه في المراهقة مثلا حصل كذا، فانت ليك نسخ في الماضي، في محطات كده في عقلك أو في عقلك تم إيذائك من الأب، من الأم، من الأهل، من أي حد، في مواقف كده راسخة في مخك. من الآخر نفسيا أنت تعبان، نسخك اللي فاتت في الماضي وكأنها شبكة في هدومك. لازم تتعلم في خلال مرحلة التشافي أنك تفصل تفكيرك واتصالك بنسخك اللي فاتت. بمعنى انا دلوقتي مثلا حصل مشكله مثلا في سن 3 سنين 5 سنين ومثلا سن 15 سن 20 كده، فاحنا هنمسك الكلام ده حدث حدث، وهنمسك ورقه وقلم، هنقعد في حته هاديه، هنستحضر تاني الموقف، هنحس بالالم، هنسمح له بالخروج ونتحرر منه، هنعيط، هنكتب، هنشارك ده مع حد امين، مع اخصائي، اي حاجه. المهم اتخلص من النسخ القديمة اللي شبكة في هدومك، تمام؟ يعني كل ذكرى قديمة فيها إحساس سلبي أو صدمة فهي متعلقة معاك. مثلا وليكن أنت واقف أهو النهاردة مثلا في سنة إيه؟ في السنة اللي أنت فيها، ووراك مثلا إيه من سنتين، ووراك 3، ووراك 4، ووراك من سن 5 سنين كده، فكل دول مشبوكين وراك، بيشدوا من تركيزك، بيشدوا من طاقتك، بيشدوا من اهتمامك. فجأة تلاقي في حدث مثلا من اللي هو كل شوية بيجي في دماغك كده يزعلك ويحرق دمك وتلاقي نفسك متضايق. لا، إحنا عايزين ننظف البرنامج العقلي من الماضي والاستحواذ العقلي زي ما قلت لكم في التفكير، ونقطع المشاعر والأفكار المتصلة بالماضي وبالنرجسين. فبالتالي انت هنا هتنظف كل البرنامج العقلي. هعمل ايه؟ ورقة وقلم، هقعد في حتة هادية، تمام، وهبدأ استحضر الموقف وهعيده تاني، وهسمح بهدوء للمشاعر السلبية اني احس بيها، ولما احس بيها هعيط واخرجها في هيئة دموع او كتابة او اي شيء، بس لازم اسمح لها انها تخرج. ولما تخرج ان الموقف مش عارف تتخلص منه، احيانا بيحتاج شغل شوية، بس وليكن اللي تقدر تتخلص منه اتخلص منه. ولكن الفيديو ده بيتلخص في جملتين: لازم نتعلم نتخلص من النسخ القديمة اللي فيها صدمات او فيها مشاكل على مدار الماضي كله عشان امشي خفيف. انتوا احساس الخفة اللي انا بقول لكم عليه، تحس انك ماشي خفيف، متصل بالوقت، متصل بالنهاردة. انا عايز اعيش نسختي فقط للنهاردة، مش عايز اعيش نسخ اللي فاتت في 20-30 سنة. لا، انا مش عايز اتصل بيها فكريا ولا مشاعريا، فلازم افصلها عشان امشي خفيف في رحلة التشافي. ربنا المستعان ان شاء الله، وربنا يعينكم، واستمتعوا باليوم، وجمعة مباركة يا رب عليكم. السلام عليكم.